السلام عليكم. حنا كنتواجدوا اليوم بمستشفى ديال سيدي قاسم سبيطار الغابه. كما كتشوفوا هاد السيده هادي راه توفات، انا لله وانا اليه راجعون. والسيده اللي كتوفى هنايا في الطبيب كيقول لهم راه توفات بكورونا. هاد السيده هادي توفات بسبب الاهمال، الاهمال المبين. ما عطاوها لا اكسجين، ما عطاوها سيروم، ما اعتنوش بها، وملي ماتت قالوا لهم راه كان فيها كورونا ماتت. عندي هنا الوالد هنايا، هذه سيمانه هو عندهم هنا، ما عطاوه لا دواء لا والو، تيقولوا راه فيه كورونا. هذه سيمانه، وكان عندي في تطوان سيمانه اخرى، سيمانه وسيمانه هي 12 يوم. هاد السيد هذا مني مجبد هنايا وكان فيه كورونا راه مات. ها هو ما عطاوه لا دواء لا والو، مخلينها مجبد، ما كاين لا هضره لا كلام، ما كيعطيوه لا دواء لا والو. حدهم عاطينها القرعه ديال الاكسجين، وهاد القرعه ديال الاكسجين بسببي انا واقف باش عاطينها له. اين فوا نخرج، اين فوا نخرج، يحيدوها له باش يموت. كتسناوني عاد فكاش نخرج باش يقول لك حقا راه مات بكورونا. والسيده البارح ماتت حدايا، ماتت حدايا كتغوت بالعاده، وعطيوها الاكسجين كتنشف في شعرها، كتنشف في شعرها، كتقول لهم عاد تقوني يا عباد الله، وخلاوها اهمال، خلاوها حتى ماتت، عاد قال لك راه ماتت هي بكورونا. هاد الشيء هذا هو سبيطار الغابه ديال سيدي قاسم. هاكو كيديروا العباد الله، هاكو كيديروا العباد الله، انا لله وانا اليه راجعون. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر.